السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. عالم كرة القدم مليء باللحظات الاستثنائية والمميزة والغريبة أيضا، وقد شاهدنا العديد والعديد من هذه المواقف الاستثنائية والرائعة. وفي هذا الفيديو وبالطبع سنشاهد ونستمتع معا ببعض من تلك المواقف الغريبة التي لا تصدق في عالم كرة القدم. لنبدأ. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. لنتابع لاعب أرسنال هذا وكيف يقوم بإزعاج زملائه أثناء نومهم وتنقلهم بالحافلة الخاصة بنقل اللاعبين. أنتم تعلمون ربما تكون الطريق طويلة، لذلك يأخذون غفة أو استراحة بسيطة، لكن هذا المزعج يمكنكم أن تتابعوا كيف يقوم بإيقاظهم بإمساكهم من أنوفهم بهذا الشكل كما ترون أمامكم. الأمر مضحك بالفعل، لكنه مزعج للأشخاص الذين يستيقظون من النوم. حسنا، أخبرنا في التعليقات ماذا ستفعل عندما يوقظك شخص ما بهذه الطريقة المستفزة. لنشاهدنا لاعب مانشستر كيف يضع إصبعيه فوق السير أليكس فيرغسون بهذا الشكل المضحك. إنها لقطة ظريفة جدا. تمكن هنا لاعب إيفرتون من التقدم بهذه الكرة واختراق الدفاع وإيداع هذا الهدف في الشباك. فتابعوا هذا المدرب كيف احتضن جامع الكرات بهذه الطريقة وقام برفع فرحا بهذا الهدف. تقدم لاعب أرسنال بهذه الكرة، فيمكنكم أن تتابعوا كيف سقط وحده ومن تلقاء نفسه بهذا الشكل، وبعد ذلك احتسب الحكم خطأ. وهنا ركزوا على إرتيتا وهو يقوم بالإشارة أنه لا يوجد أي خطأ. حارس ساوثهامبتون يرجع الكرة إلى زميله الذي لم يعرف أن يتعامل معها جيدا، فقام بتمريرها بهذا الشكل على طبق من ذهب للاعب ليفربول الذي أودعها في الشباك بلمسة واحدة. تقدم لاعب تشيلسي وأرسل كرة إلى اللاعب جواو فيليكس الذي أودع الكرة في الشباك بشكل رائع، لكن تابعوا بعد العودة إلى الفار تبين أن جواو فيليكس كان متسللا كما ترون أمامكم. حسنا، هذه هي ردة فعله بعد إلغاء الهدف. في هذه اللقطة سجل أنتوني هدف الفوز لفريق أياكس أمستردام، فيمكنكم أن تتابعوا كمية الفرح التي أقامها اللاعبون بسبب هذا الهدف، وكيف يرقص هذا اللاعب بطريقة مجنونة بعد أن دخلت الكرة في الشباك. مرر هذا اللاعب الكرة إلى زميله، فتابعوا الأخير كيف لم يتوقع الكرة ليسقط أرضا في منطقة جزاء ليفربول. حسنا، يبدو أنه فقد توازنه في آخر لحظة. هذا اللاعب حاول التدخل على خصمه ليخرج الكرة إلى التماس، ومن الجيد أنه لم يصب أحدا من الجماهير باستثناء اللاعب وحكم الراية. لنتابع هذه المقابلة الصحفية مع هذا المراسل واللاعب والذي أخبره من تهدي هذا الفوز، لكن اللاعب أثناء المقابلة تلعثم وقال أنه يهدي الفوز لزوجته وصديقته، ولكنه ذكر اسم صديقته بالخطأ وبالتالي لم يعرف كيف يعدل الأمور، وأخذ يعتذر من زوجته ويقول أنه يحبها جدا. يبدو أنه بموقف صعب للغاية. من الجيد دائما أن تجلس في مكان لا تعبث بشيء لا يخصك، وهذه النصيحة قد يتم توجيهها إلى كايل ووكر الذي أخذ يعبث بالكاميرا المخصصة لتصوير ردود الفعل الخاصة باللاعبين على دكة البدلاء، وما هدأ إلا أن قام بخلعها من مكانها بهذه الطريقة كما تشاهدون. بيب غوارديولا لم يكن بمزاج جيد، فقام بضرب هذه الزجاجة لترتطم بأحد رؤوس مشرفي ليدز، وبهذا الشكل يمكنكم أن تتابعوا كيف ذهب ليعتذر منهم مباشرة. هذا اللاعب سدد الكرة بكل قوة ليخرجها للتماس، ومن سوء حظ حكم الراية أنه كان متمركزا في هذا المكان لترتطم الكرة بهذا الشكل في وجهه مباشرة. إنها ضربة قوية حقا. انطلق هذا اللاعب بهذه الكرة متجاوزا خصمه، لكن الأخير رفض هذه الانطلاقة فقام بالركوب على ظهر خصمه بهذا الشكل كما ترون أمامكم. في النهاية لم يتحصل سوى على بطاقة صفراء. لنستمتع بهذا الحارس الذي أخرج الكرة ثم أدخلها
حتى لا يقوم اللاعب بلعب التماس بسرعة، وذلك لأنه ترك مرماه خاليا، فتابع ردة فعل لاعب الخصم وكيف ضرب الكرة به. يبدو أن رياض محرز يقوم بتحمية فكه قبل تسديد أي ركلة جزاء. حسنا، من الممكن أن يكون هذا طبعا به، لكن يمكنكم أن تركزوا على حركة فمه بهذه الطريقة قبل أن يضع الكرة في المرمى بتسديدها على يسار حارس المرمى. خرجت الكرة من التماس، فقام لاعب إيفرتون بأخذ الكرة حتى لا يعطيها إلى اللاعب، فدفعه الأخير بهذه الطريقة. وهنا انظروا إلى السيدة العجوز التي كانت تريد ضرب هذا اللاعب. لنشاهد حارس مرمى الخصم والذي كاد أن يخطئ خطأ فادحا بأن ارتطمت كرته برأس جابرييل خيسوس بهذه الطريقة، ومن حسن حظه أنه لم تثبت أمامه ولا كان سجلها هدفا. رجعت الكرة من هذا المدافع لحارس المرمى، لكن الأخير لم يكن ينتبه أن الكرة مرت من أسفله إلى أن تقدم لاعب الخصم وتمكن من إيداعها في الشباك. حسنا، هذا سوء تركيز من حارس المرمى كما ترون أمامكم. ركزوا كيف مرت الكرة ولم يشعر بها. تقدم ألكسندر أرنولد لتسديد هذه الركلة الحرة الثابتة بعد أن حركها زميله، وكادت أن تكون في الشباك لا محالة، لكنها ارتطمت برأس زميله الذي لعب دور المدافع عن الفريق الخصم. تم إعلان تبديل هذا اللاعب، فيمكنكم أن تتابعوا كيف كان يرتدي تيشيرتا غير مخصص له، إلى أن أتى هذا المشرف بسرعة ليسلمه التيشيرت المخصص بالرقم الخاص به كما ترون أمامكم. حسنا، لقد كان خطأ فني وتم إصلاحه بالفعل. في هذه اللقطة يمكنكم أن تركزوا على هذا اللاعب الذي ضرب الكرة برأسه وأكمل طريقه، لكنه ارتطم بحكم الراية وأسقطه أرضا. حسنا، لو دققنا جيدا لوجدناه أنه داس على قدمه ولم يرتطم به. تقدم لاعبي ليفربول، وبهذا الخطأ من الدفاع تمكن اللاعب من التقدم وإرسال هذه الكرة نحو الشباك هدفا ولا أروع. فتابعوا يورجن كلوب والذي ذهب ليحتفل عند أحد المشرفين، لكن يبدو أنه أصيب بشد عضلي بقدمه إثر هذا الاحتفال. ليس غريبا تنفيذ ركلة جزاء كهذه، الغريب هو هذا الرجل بكرشه الذي يستعرضه أمام الشباك حتى يقدم على معتقداته بعض النحس وتضيع هذه الكرة. تقدم هذا اللاعب لتصيله هذه الكرة فيودعها في الشباك، ومع سعادته وفرحته ذهب ليحتفل، لكنه تعرقل بهذا الميكروفون وسقط بهذه الطريقة على الأرض. حسنا، يبدو أن شدة الاحتفال لم تشعره بهذا السقوط. هنا يتصدى ديفيد دخيا هذه الكرة، لكن ركزوا على هذا اللاعب وكيف تعرقل بهذا الشكل المحرج على الأرض. عند بداية هذه المباراة تم إعطاء هذه الدمية فرصة لترقص في أرضية الملعب، ولكنه أطال الأمر، ما أدى في النهاية أن قام الحكم بطرده من أرضية الملعب. تم تسديد الكرة بكل قوة لتسقط عند الجماهير، وحاول هذا الشخص أن يقوم بإمساكها، لكنه سقط بهذه الطريقة ولم يستطع لمس الكرة. تم الدوس على قدم لاعب تشيلسي من الخلف، لكن حكم المباراة لم يحتسب أي شيء، إذ أن اللاعب أصيب بالفعل. وانظروا إلى حذائه الذي تمزق إثر هذا الضغط، وهنا الحكم بالطبع لم يقم بإشهار أي شيء أو احتساب أي خطأ على الفريق الخصم. هذا الأمر أغضب لاعب تشيلسي جدا. لنتابع لينغارد وكيف لعب دور حارس المرمى عن الفريق الخصم، إذ تصدى تسديدة زميله القوية بهذا الشكل كما ترون أمامكم. هذا اللاعب حاول أن يقوم بعمل رمية تماس استثنائية بالشقلب بهذا الشكل حتى تطير الكرة إلى مكان أبعد، لكن يبدو أنه توقف لبرهة ولم يأخذ دفعة جيدة. تقدم هذا اللاعب بالكرة، ولكنه تم إسقاطه على عام الزاوية الذي علق بمؤخرته بهذا الشكل المضحك. لنتابع كايل ووكر وهو يقوم بأخذ صور تذكارية، وبهذا الشكل يضحك هذا الرجل العجوز عليه.
تابعوا كيف يبتسم ويرجع لحالته الطبيعية بطريقة مضحكة. بعد أن تلقى هذا اللاعب البطاقة الصفراء، يمكنكم أن تتابعوا كيف يحرك يده للحكم بهذه الطريقة، أنه مستعجل فقط على إعطائنا البطاقات الصفراء. إن كنت لم تشاهد من قبل، فهذه الفرقة للأشخاص المصابين بمتلازمة القزامة، فيمكنكم أن تتابعوا كيف يلعبون كرة القدم ويتدربون بهذه الطريقة. حسنا، إن لديهم عزيمة وأملا كبير في هذه الحياة. هذا اللاعب هنا يريد أن يتكلم مع هذا الصحفي ويرد عليه، لكن يبدو أن حنجرته لا تسمح له بهذا الأمر. يبدو أنه مصاب بحجرشة في صوته. في هذه المباراة يبدو أن الرياح كانت قوية جدا، وحارس المرمى لم يحسب حسابه لهذا الأمر، فقام بتسديد هذه الكرة القوية لترتد إليه بسبب الرياح وتدخل في شباكه هدفا. حسنا، يبدو أن الطبيعة تحب لاعب كرة القدم أيضا. في لقطة تعد غريبة، يمكنكم أن تتابعوا هذا اللاعب والذي كان مصابا، ولكن يبدو أنه أحب أن يحتج، فقرر النزول من على هذه الرافعة مشيا على الأقدام، ويبدو أن لا مكروه فيه. هذا اللاعب قام بتسديد هذه الكرة لتمر نحو الشباك بعد أن مرت من حارس المرمى، لكن زميل هذا اللاعب قرر أن يكون الهدف له، لكنه بالخطأ أخرج الكرة من أمام المرمى ليكون قد لعب دور المدافع عن الفريق الخصم بشكل استثنائي. رجعت الكرة إلى حارس المرمى هذا، لكنه حاول أن يقوم بإخراجها بتسديدها بكل قوة خارج الملعب، لكن للأسف تسديدته جعلت الكرة تدخل الشباك بنيران صديقة كما ترون. كان عليه الانتباه جيدا قبل تسديد هذه الكرة. في هذه اللقطة خرج حارس المرمى من مرماه وقام بمحاولة إبعاد الكرة، لكنه أسقط لاعب الخصم الذي كان متقدما، وأخذ يمثل هذا الحارس أنه أصيب وأنه مغمى عليه، ولكن حكم المباراة بقي واقفا له إلى أن أعطاه البطاقة الحمراء في النهاية بعد أن استفاق. لنركز هنا على لاعب بالوتيلي، والذي ذاق ذرعا من هذه المصورة، فقام بفك العدسة الخاصة بها ممازحا إياها. تابعوا هذا الموقف الطريف. بينما يسير كريستيانو رونالدو وحوله الحرس، أتى هذا المراسل الصحفي لمقابلة كريستيانو رونالدو، والذي لم يكن بمزاج جيد، فقام بإمساك الميكروفون وإلقائه بالبحيرة تعبيرا عن غضبه. في لقطة فريدة، تابعوا هذا الدب الذي تم إدخاله إلى أرضية الملعب كنوع من الاحتفال في هذه المباراة، ويمكنكم أن تتابعوا كيف يصفق للجماهير الموجودة على أرضية الملعب. لنركز على هذا المشجع، والذي يخاطب غليريش من خلال علم إنجلترا والمرسوم عليه فريق أستون فيلا وفريق مانشستر سيتي، والفريق الأول الذي لعب له جاك غليريش. تم تمرير هذه الكرة بشكل إبداعي لهذا اللاعب الذي أودعها في الشباك هدفا ولا أروع، ثم ذهب ليحتفل بهذه الطريقة كأنه يسبح كما ترون. ركزوا جيدا في هذه اللقطة وكيف تم تمرير هذه الركلة الحرة الثابتة، ولاعب ليستر سيتي لم يعرف أين ذهبت الكرة وأخذ يبحث عنها، لكن الدفاع استفاق في آخر لحظة وقام بإبعاد الكرة بهذا الشكل. من منتصف الملعب سدد هذا اللاعب الكرة، فتابعوا ردة فعل حارس المرمى والذي قفز بهذا الشكل المضحك محاولا تصدي هذه الكرة التي خرجت من الملعب. استلم هذا اللاعب الكرة وتقدم، ثم قام بالالتفاف، لكن لا ندري حتى الآن ما هي فائدة هذه الحركة الرهيبة والاستثنائية. يورجن كلوب ينتظر ركلة الجزاء ليسددها صلاح، ويبدو أنه كان واثقا أنه سيضعها في الشباك، لكن بعد أن أضعها محمد صلاح خارج الملعب، تابع كلوب والذي احتفل، لكنه عندما التف وجد أن محمد صلاح قد أهدر ركلة الجزاء. لنتابع هذا الحارس هنا وكيف قام بإسقاط لاعب الخصم داخل الشبكة بهذا الشكل الغريب. حسنا، يبدو أنه يحاول العراك معه بهذه الطريقة. لنتابع هنا اللاعب بونوتشي وكيف يحتفل مع الجماهير الإيطالية
لكن حارسة الأمن ظنته واحدا من الجماهير فقامت بإيقافه حتى لا يدخل إلى أرضية الملعب، ولم تكن منتبهة أنه لاعب من اللاعبين. يقوم هنا جابرييل خيسوس بحك مؤخرته، ومن ثم يقوم بالاشتمام. حسنا، يبدو أنه ينقب عن شيء ما. لنركز هنا على هذه الكرة بعد أن ضاعت من لاعب بورتو، وكيف قام هذا المشجع بضرب رأس هذه الفتاة بعد أن ضاعت هذه الفرصة كردة فعل منه. في هذه المباراة تمكن هذا اللاعب بعد دربكة في الدفاع من أن يسجل هدفا رائعا في الشباك، فذهب ليحتفل فقفز من فوق لوحة الإعلانات، وكان يظن أن هناك أرض لكنه نزل في هاوية ليسقط مصابا بهذه الطريقة كما تشاهدون. لنتابع بعد أن أصيب هذا اللاعب في المباراة كيف تم لف رأسه بهذه الضمادات، ولكن بعد ذلك لنتابع لاعب الخصم هنا وكيف قام بسحبه من رأسه لتسقط الضمادة بهذه الطريقة كما تشاهدون. فاجأ هذا اللاعب الجميع ومنهم حارس المرمى بتسديده ركلة الجزاء فور أن قام بوضعه على الأرض. فتابعوا ردة فعل الحارس الذي لم يكن مستعدا بما فيه الكفاية لهذه المفاجأة من لاعب الخصم. في هذه اللقطة وفي هذا الهجوم لهذا الفريق لم تخرج الكرة بكامل محيطها من الملعب ليمسكها هذا اللاعب بيده ويعطيها لحارس المرمى، ولكن الحكم هنا رآه واحتسب ركلة جزاء ضد هذا الفريق، وعند تنفيذ ركلة الجزاء تصداها حارس المرمى. فتابعوا ردة فعل هذا اللاعب عندما أضاع ركلة الجزاء. أحد أغرب الاحتفالات التي يمكن أن تراها إذ دخل هذا اللاعب بعد تسجيله الهدف بهذه الدراجة النارية الصغيرة إلى أرضية الملعب حتى يقوم باللف قليلا مع زملائه ويحتفلوا بالهدف. لا أحد حرفيا يعرف ما الذي يريده المدرب تنهاك في هذه اللقطة. يمكنكم أن تركزوا فقط كيف أخذ ينظر إلى هذه الفتاة التي مرت من جانبه. مورينيو هنا قرر أن يتجسس على الفريق الخصم فأخذ ينظر إلى ماذا يكتبون على أوراقهم في الخطة، ولكن الحكم رآه وأعطاه البطاقة الصفراء على هذا الفعل. اتفق لاعبو المنتخب الألماني على تنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة، لكن مولر سقط على الأرض بشكل محرج للغاية أثناء محاولته القفز من فوق الكرة. هذين اللاعبين اقتطعوا الكرة بهذا الشكل وسقط لاعب مانشستر يونايتد أرضا، وذهب كلا اللاعبين وتركا الكرة بهذا الشكل الغريب. يقوم هذا اللاعب باستفزاز الخصوم بالوقوف على هذه الكرة بهذا الشكل بركبته حتى يقوم بالاستعراض، ولكن الحكم هنا أنذره بالبطاقة الصفراء بسبب هذه الأفعال. حسنا، لا يحق له أن يقوم بإهانة الخصوم بهذه الحركات. هذا المدرب يحاول أن يتأكد أن وجهه ظاهر بالكاميرا بشكل جيد. في لقطة غريبة للغاية في مباراة تونس ومالي قام الحكم بإيقاف المباراة أو إنهائها في الدقيقة 85، وهنا يمكنكم أن تشاهدوا العديد من الاعتراضات من المدربين على إيقاف هذه المباراة والتأخر بخمسة دقائق، وأيضا لم يحتسب الوقت البدل من الضائع. في هذه المباراة وصلت الكرة إلى هذا اللاعب وقام بإيداعها في الشباك، وبعد احتفالات مطولة وفرحة عارمة من الجماهير اتضح أن الهدف كان في بدايته تسللا، ولكن للأسف ذهبت هذه الاحتفالات بلا فائدة. لنركز جيدا على قوة الرياح في هذه المباراة وكيف قامت بإزاحة هذه العارضة من مكانها، والحارس هنا لم ينتبه وكل همه فقط أن يركز على تثبيت الكرة في مكانها الصحيح، والآن عليه أن يركز جيدا على تثبيت المرمى في مكانه الصحيح. يتقدم رياض محرز لتنفيذ ركلة الجزاء هنا، ولكن انظروا ماذا يفعل بفمه قبل تنفيذ الركلة التي نجح بالفعل بوضعها في الشباك على يسار حارس المرمى. يمكننا القول أن هذا هو أسرع تبديل في التاريخ، إذ لم يمر سوى 13 ثانية حتى تم تبديل هذا اللاعب بزميله الذي دخل أرضية الملعب.
يمكنكم أن تركزوا على حكم الراية هذا والذي دخل إلى أرضية الملعب بشكل مبالغ فيه حتى يكون شاهدا على هذا الهدف الذي تم إيداعه في الشباك بشكل رائع. حسنا، كان من المفترض ألا يدخل إلى أرضية الملعب بهذا الشكل المبالغ فيه. مرر هذا اللاعب كرة إلى زميله على الجهة الأخرى والجميع ظن أنه أودع الكرة برأسه في الشباك، ولكن حرفيا قام بتسجيل الكرة بيده في المرمى. في مباراة جمعت تشيلسي وتوتنهام لنتابع كيف يختبئ لاعب تشيلسي أسفل حائط الصد، وذلك حتى يقوم بتصدي الكرة إذا كانت زاحفة أرضية، ولكن في النهاية يمكنكم أن تتابعوا كيف مرت الكرة إلى خارج الملعب. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.